مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يدعو المسيحيين لعيش الرحمة والشفقة مع الآخرين. المطران خريستوفوروس يترأس قداسا في كنيسة الروح القدس بعجلون. الرعية المارونية في الأردن وفلسطين تحتفل بعيد مارمارون. وفيها أيضا السلزيان مؤسسة مهنية وإنسانية رائدة في العمل الإنساني ببيت لحم. أهلا بكم. كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، دعا قداسته جموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة القادمين من الأراضي المقدسة والأردن والشرق الأوسط أن نتذكر دائما أن الله لا يعاملنا بحسب خطايانا ولا يكافئنا بحسب آثامنا، بل يدعونا لعيش الرحمة والشفقة مع الآخرين، لأن أجمل تعبير للحياة المسيحية هو الرحمة، وأن الحكيم هو من يقبل الألم المرتبط بالحب. وأضاف قداسته قائلا: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص المتألمين. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس: في إطار تعاليمه حول التطويبات بحسب إنجيل القديس متى، توقف قداسة البابا اليوم عند التطويبة الثانية: طوبى للمحزونين فإنهم يعزون، موضحا أنه قد يكون لهذا الحزن أو البكاء سببان: الأول لموت شخص عزيز علينا أو لمعاناته، السبب الثاني هو الخطيئة. وشرح قداسته أن البكاء بسبب الخطيئة هو بكاء ينبع من شر صنعناه أو خير أهملناه أو لعدم أمانتنا في علاقتنا مع الله. ودعانا قداسته إلى أن نتأمل في بكاء القديس بطرس الذي قاده إلى حب جديد صادق، على عكس بكاء يهوذا الذي لم يقبل نفسه خاطئا فانتحر. أكد البابا أن إدراك فحاشة الخطيئة والبكاء عليها هو نعمة من الله، وهو عمل الروح القدس، لأن أجمل تعبير للحياة المسيحية هو الرحمة، ولأن الحكيم هو من يقبل الألم المرتبط بالحب، لأن معه يستقبل الروح القدس المعزي، أي حنان الله الذي يغفر ويصلح. دعانا قداسته لأن نتذكر دائما أن الله لا يعاملنا بحسب خطايانا ولا يكافئنا بحسب أثامنا، وأنه يدعونا لعيش الرحمة والشفقة مع الآخرين لنختبر هكذا وفرة محبته. والآن تحية البابا باللغة العربية، باللغة الإيطالية، لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Terra Santa, dalla Giordania e dal Medio Oriente. Chi crede in Dio non si lascia soffocare dal suo pianto, qualunque ne sia la ragione, ma lo vince con la forza dello Spirito Santo e lo trasforma in una vita nuova, per sé e per gli altri.
Signore, vi benedica e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بالأشخاص الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من الأراضي المقدسة ومن الأردن ومن الشرق الأوسط. إن من يؤمن بالله لا يسمح لبكائه ولحزنه بأن يخنقه أيا كان سببه، بل يتغلب عليه بقوة الروح القدس ويحوله لنفسه وللآخرين إلى حياة جديدة. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. استقبل قداسة كركين الثاني رئيس كنيسة الأرمن الأرثوذكس في أرمينيا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال زيارته الأخيرة لأرمينيا، حيث أعرب قداسته عن أمله في أن تزيد هذه الزيارة من تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وبما يسهم بشكل كبير في تعاون أوثق، مشيدا بنفس الوقت بحسن استقبال الحكومة الأردنية للجالية الأرمنية في المملكة ومنحه أعلى وسام خلال زيارته للأردن وللقدس عام 2000. وبدوره أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن سعادته باللقاء وتحدث بشكل خاص عن العلاقة الطيبة بين المسلمين والمسيحيين في الأردن، مؤكدا جلالته استعداده لمواصلة دعم الكنيسة الأرمنية والبطريركية الأرمنية في القدس. ترأس سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة الروح القدس في مدينة عجلون شمال المملكة بمناسبة عيد القديس غريغوريوس اللاهوتي بمشاركة عدد من الآباء الكهنة ومرتلي الكنيسة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. بمناسبة تذكار عيد القديس غريغوريوس اللاهوتي، ترأس صاحب السيادة المطران خريستوفورس الجزيل الاحترام خدمة القداس الإلهي في كنيسة الروح القدس عجلون بمشاركة الوكيل البطريركي في الشمال قدس الأرشمندريت فانيديكتوس كيال وقدس الأرشمندريت أثناسيوس خاقيش الرئيس الروحي في مدينة الزرقاء مع كاهن الرعية قدس الأيكونوموس غريغوريوس الريحاني وقدس الأيكونوموس عيسى عياش مع مرتلي الكنيسة. وفي عظة سيادته هنأ أبناء الكنيسة بتذكار عيد القديس غريغوريوس اللاهوتي الذي نحتفل بعيده، ومعيدا أيضا قدس الأيكونوموس غريغوريوس الريحاني الذي يحمل اسم القديس، مقدما سيادته صليب بركة متمنيا له الصحة والعافية والخدمة الصالحة للكنيسة في محافظة عجلون. حياة القديسين باسيليوس وغريغوريوس، مين بتمعن فيها بشوف حقيقة قديش اهتموا في روحهم واهتموا بعلاقتهم مع المسيح، وكانوا هاي الصداقة اللي بيناتهم كانت تخليهم أو تدفعهم دائماً على عمل الفضيلة وعلى عمل مشيئة الله. قديش نحن محتاجين اليوم لهيك أصدقاء يكون عنا. هدول هاي الصداقة ولدت بناتهم حب لبعضهم البعض وحب للمسيح وحب لكل الكنيسة، عشان هيك بذلوا نفسهم في خدمة الكنيسة كرعاة كأساقفة في خدمة الكنيسة. وعشان هيك منشوف هدول القديسين اللي بعطونا اليوم قدوة حقيقية لمفهوم الصداقة واكتمال هذا المفهوم، كيف تبقى الصداقة ثابتة ما تهتز بظروف الحياة. نحن كتير مرات لما منشوف علاقات المجتمع أو علاقات الإنسان مع أخوه الإنسان منشوف قديش بتمر في مراحل اضطراب وكتير مرات نزاعات وخلافات، ولكن اليوم هدول القديسين بعطينا قدوة كيف منا نتخطى
هاي الخلافات الشخصية الموجودة فيما بيننا، وكيف منا نقدر دائما نصدر ونبدي حب المسيح اللي لازم يكون حكم في العلاقة بيناتنا. لما يكون حكم المسيح ومحبة المسيح هي الحكم في العلاقة ومقياس العلاقة مع بعضنا البعض، هاي بتخلينا نشوف أخطاء الآخر أو حتى ضعفات أخونا الإنسان أو حتى أطباعه أو حتى إذا بدكم سوء تعامله أو تصرفه معنا، بتخلينا نشوفها بطريقة تانية، بطريقة اللي ما ندين الآخر ولا نلوم الآخر، ولكن فقط كيف منا نجاهد حتى نحبه، كيف منا نجاهد حتى نلتقي فيه. وشوفوا هدول القديسين أعطونا قدوة اليوم، كل ما كانوا يلتقوا ببعضهم البعض كان حب المسيح هو اللي يحكم هاي العلاقة. عشان هيك شو دفعتهم؟ دفعتهم إنهم كل عمل يقوموا فيه يكون عمل كامل، يعني وهم يدرسوا في الجامعة أحبوا العلوم، وعشان هيك تعمقوا في العلوم وأصبحوا أساتذة عظام في عصرهم اللي درسوا كثير من العلوم في هذاك الزمن اللي عاشوا فيه. وعشان هيك الكنيسة الأقمار الثلاثة مع القديس يوحنا الذهبي الفم وضعتهم إنهم هم شفعاء للمعلمين وللطلاب، لأنهم مش فقط اهتموا في العلم شكلياً، يعني مش اهتموا إنه يكون علاماتهم متفوقة ويكون عندهم شهادات عديدة اللي حصلوا عليها بعلوم العصر، ولكن اهتموا إنهم يدخلوا إلى جوهر العلم، لجوهر العلوم. وعقب الصلاة اجتمع سيادته مع أبناء الشبيبة في قاعة الكنيسة واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم في الخدمة، كما أشار سيادته لبرامج المطرانية خلال العام الحالي والتي تهدف لمساعدة الكنيسة ولجانها. وبعدها احتفل الجميع بعيد الأب غريغوريوس في أجواء من المحبة والفرح. احتفلت رعية القديس شربل المارونية بعمان بعيد مارمارون الناسك، وذلك بقداس احتفالي ترأسه المونسنيور غازي الخوري كاهن الرعية المارونية، بحضور عدد من الآباء الكهنة والراهبات وشخصيات رسمية وعامة. إلى المزيد. احتفل أبناء كنيسة مار شربل للموارنة بعمان بعيد أبي كنيستهم ومؤسسها القديس مارمارون الناسك، وذلك بقداس إلهي ترأسه المونسنيور غازي الخوري كاهن الرعية المارونية، وعاونه الأب سامر زكنون الكاهن المساعد وشمامسة وخدام الكنيسة. للمسيح يسوع التسبيح. وحضر القداس المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا على الروم الملكيين الكاثوليك بالأردن، ولفيف من الكهنة والراهبات وبمرافقة مرتلي جوقة الكنيسة، كما حضره ممثلون من مختلف الكنائس المحلية ووزير الأشغال العامة والإسكان السابق المهندس سامي هلسة، والمستشار في السفارة اللبنانية بعمان جورج فاضل، مندوب السفيرة اللبنانية تريسي شمعون، وشخصيات دينية ورسمية وعامة. ليصفح بعضكم عن بعض كما صفح الله عنكم في Oh,
وبعد قراءة من الإنجيل المقدس ألقى المونسنيور الخوري عظته، والتي أكد فيها أن هذا العيد هو عزيز على كافة الرعايا من أبناء الكنائس، وهو عيد للجميع يستقطب كل الناس لينالوا الشفاء والوعظ والصفاء والسلامة. وأضاف سيادته قائلا: هذا العيد عيد كتير أساسي أكيدي من بعد يسوع المسيح سيد السماء والأرض للكنيسة المارونية، ومش بس للكنيسة المارونية، هالعيد عزيز على كل الكنيسة الجامعة الكاثوليكية، ومش بس على كل الكنيسة الجامعة الكاثوليكية، كمان على الكنيسة الأرثوذكسية. مرمرون لو كان وجد بسوريا ببطريركية أنطاكية وقبل الإسلام، ولكنه عم في كل العالم. بروسيا عنده كنيسة وبيحتفلوا بعيده، فإذا هو جامع قبل تأسيس الكنيسة المارونية، هو مسكون قبل الانشقاق الكبير، هو عالم يستقطب كل العالم اللي كانوا يجوا لعنده من أي كنيسة كانوا حتى ينالوا الشفاء، ينالوا الوعظ، ينالوا الصفاء والسلام. فمنذ أن وجد القديس مارون موحد الكنيسة قبل إنشاء انشقاق الكنيسة شرقاً وغرباً. يعني نحن وقت بكنيسة مرشار بالعمان منلاقي كل الناس جايين يطلبوا شفاعة القديس شربل اللي هو من مدرسة مرمرون، ما منلاقيها عجيبة، لأنه مارون من الأول كان يجمع في أحضانه في كنيسته كل العالم. مع مرمرون اليوم بتمنى عليكم إخوتي ما تفكروا شو بدكم توصلوا لمراكز، ما تفكروا قدي بدهم يقتروا المصاري بجيبكم، ما تفكروا قدي بده يصير عندكم مكانة اجتماعية، فكروا أنه تكونوا ساعي سلام، فكروا أنه تنشروا الحب بين الناس من أي دين كانوا ومن أي دولة، فكروا أنه تعملوا عمل الرحمة والمحبة، ساعدوا الآخرين. هيك مرمرون بقلي اليوم أعطي رسالة لألي ولألكم وينعاد عليكم. وخلال القداس أقيم زياح لأيقونة مرمرون، كما رفعت الطلبات ووضع التقادم أمام مذبح الرب عن نية الكنيسة وأبنائها والسلام في الأردن والعالم أجمع، طالبين شفاعة الناسك والزاهد مرمرون. وفي ختام القداس توجه الجميع للاحتفال بهذه المناسبة الروحية في قاعة كنيسة مار شربل، وتبادلوا التهاني مع المونسنيور غازي الخوري والآباء الكهنة وأبناء الرعية المارونية. على صعيد متصل، احتفلت الكنيسة المارونية في بيت لحم بعيد شفيعها القديس مارمارون، حيث ترأس الأب خليل مارون رئيس الدير في القدس قداساً احتفالياً في كنيسة مار شربل في بيت لحم. وفي كلمة ألقاها الأب خليل تناول حياة القديس مارون الذي كان راهباً متنسكاً، عاش وحيداً في شمال سوريا بالقرب من جبل طوروس، وذلك في عهد الإمبراطورية الرومانية في منتصف القرن الخامس للميلاد، حيث كان القديس مارون مثالاً في الزهد والتواضع في عصره.
ودعا الأب خليل المؤمنين لأن يكونوا كالقديس مارون الذي أثر في نفسه كلام الإنجيل كتأثير حبة القمح في الأرض الطيبة. وفي نهاية القداس تمت صلاة الزياح للأيقونة التي تحمل صورة القديس مارون. وبعد القداس توجه الجميع إلى قاعة الكنيسة حيث أقيم حفل استقبال تبادل فيه الحضور التهاني بهذه المناسبة المباركة. ويشار أن الكنيسة المارونية لا تزال تحتفظ بهذه الطقوس المستمدة من التقليد السرياني الأنطاكي. جينا احتفلنا بدير مرشربل بعيد مرمرون. أكيد مرمرون هو أب، هو يلي أسس الكنيسة المارونية. هذا بدعينا للفرح، للإيمان، للصلاة، لأنه مرمرون كان رجل عطى كل شيء عنده بالتكشف، بالنسك، بالزهد. كان كريم كتير على ربنا، كل عطائه يلي عمله هو لحتى يقول له لله قديش بيحبه. بسوريا مطرح ما عايش، بكورش، بهالحياة الزهد والتكشف. أكيد وجوده هونيكي كان مثل ما بيقولوا كتير أشخاص رجال ونساء تأثروا بهالقديس وجذبهم لقلو. مثل ما بيقولوا التفاحة المهترية بتنزع الصندوقة، هو هالقديس قدس آلاف الأشخاص وقت يلي مات وأخذوا جسده وعملوا كنيسة عليها لحتى يكرموه، لأنه زرع بقلبهم القداسة، زرع بقلبهم المحبة، زرع بقلبهم الفرح. وهذا الشيء المطلوب من المارنة اليوم. نحن كمارنة مدعوين على أنه نحمل نفس الرسالة، هالرسالة السماوية يلي حملها بين مارون، ونعيش فيها ونشهد لها، لأنه بهالرسالة هي عم نعيش يسوع المسيح، عم نوصل يسوع المسيح يلي هو حياة ونور وسلام ومحبة. مارمرون دايما هو المثال الأعلى لكل مسيحي، لكل الرهبان، وخاصة ان احنا متعلم منه القداسة، النسك، تواضع، المحبة، مثل ما الأبونا وعز بالقداس. كلنا دور كبير ولازم ان احنا نتكون على الخطة تنوصل للقداسة، بدنا نمرق بمراحل كتير صعبة لازم نتخطاها باسم يسوع المسيح، وهو القائد تبعنا. ونحن من متشكر كل الناس ومنعيد كل الناس يلي اجت احتفلت معنا بهالقداس. بمناسبة الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان، وبدعوة من المعهد الملكي للدراسات الدينية، وبالتعاون مع النادي الأرثوذكسي بعمان، أقيمت في قاعة النادي بعبدون ندوة حوارية بعنوان الأخوة الإسلامية المسيحية وتمثلاتها في المجتمع الأردني. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. قال متحدثون في ندوة حوارية أقامها المعهد الملكي للدراسات الدينية والنادي الأرثوذكسي بعمان إن الأردن بقيادته الهاشمية نموذج حي على الوئام بين الأديان. وأضافوا خلال الندوة التي حملت عنوان الأخوة الإسلامية المسيحية وتمثلاتها في المجتمع الأردني بمناسبة الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان وأقيمت بمقر النادي بعبدون إن العيش المشترك في الأردن له أساس متين مبني على ثقافة الحوار والإنسانية الخالصة. وقال المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن إن أسبوع الوئام هو نتاج هاشمي خالص جاء باقتراح قدمه جلالة الملك عبد الله الثاني وتمت الموافقة عليه خلال شهر واحد من قبل الأمم المتحدة. وأضاف إن الأخوة تقوم على مبادئ منها سيادة ثقافة الحوار وتعظيم الجوامع بين الديانات للفوارق والتعددية مع احترام الآخر، ولفت إلى أن المثال الصالح في الأخوة الإسلامية المسيحية نجده بجلالة الملك، وهو النموذج الأمثل للجميع. بمناسبة أسبوع الوئام العالمي الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2010، كل سنة تقام ورشات، ندوات، محاضرات، لقاءات لتعزيز هذا الوئام بين الأديان. اليوم في النادي الأرثوذكسي وبمبادرة من المعهد الملكي للحوار بين الثقافات والأديان تمت محاضرة حول كيف نعيش معا مسلمين ومسيحيين في الأردن.
وشارك 3 محاضرين وتكلم كل واحد منهم من زاويته، وأعتقد بأنه مستوى الحضور كان أعلى من المتوسط، لأن المداخلات التي تبعت اللقاء كانت فعلا مداخلات راقية. وتطرقنا كثيرا إلى وثيقة أبو ظبي، وثيقة الأخوة الإنسانية اللي وقعها قداسة البابا فرانسيس والدكتور أحمد الطيب رئيس الأزهر، مفتي الأزهر. تطرقنا إلى هذه الوثيقة وقلنا بأن وثيقة عالمية من هذا النمط يجب أن تدرس في الجامعات والمعاهد والمدارس، وإلا لن يحدث تغيير. فلا نريد هذه الوثيقة أن يكون حظها مثل باقي الوثائق التي تتكلم عن الحوار والعيش المشترك وعن القضايا العالمية التي يسهم المسلمون والمسيحيون في حلها إذا تضافرت الجهود معا. بهذه المناسبة أهنئ هذا النادي الأرثوذكسي لاستقباله واستضافته لهذه الندوة الراقية. شكرا. وبينت أستاذ الأدب المقارن في الجامعة الأمريكية بمادبة الدكتورة وفاء الخضرة في الندوة التي حضرها عدد من الآباء الكهنة والراهبات وجمع من الشخصيات الرسمية والعامة أن العيش المشترك في الأردن مبني على علاقة عضوية متينة تنبع من إرث قوي، ومن دلالاته الحالة المجتمعية التي تأتي من نهج الحياة الذي شكل عادات وسلوكيات عززت الإنسانية الجامعة. وسأحاول أن أعزز الجوانب الإيجابية من هذا العيش المشترك بدون أن يكون هناك أي قصد لاختزال التحديات والاختلالات التي تؤثر حالياً في المنطقة وفي العالم على هذا العيش المشترك، ولكن من أجل تعزيز الجوانب الإيجابية ومحاولة أيضاً للبناء عليها وممكن إدامتها. إذا أردنا أن نتحدث عن العيش المشترك، هنا سيكون التركيز على العيش المشترك بين مسلمي ومسيحيي المنطقة هنا، وهذا العيش المشترك مبني على علاقة عضوية متينة تنبع من إرث ثقافي رصين ومتين وقوي. ولهذا العيش المشترك له دلالات، وهي الدلالات لها معاني عدة. أيضاً العيش المشترك الموجود خاصة في الأردن استطاع أن يكون حالة ذهنية أيضاً، وهذه الحالة الذهنية دربت العقول والنفوس والقلوب في أن تبحث عن القواسم المشتركة، وهي القواسم المشتركة الموجودة خاصة في المناخات والسياقات التي يعني توصف بالتعددية والتنوع والتعددية بكل أشكالها. واستطاعت هذه الحالة الذهنية أن تكون مساحات وفضاءات جديدة قادرة على أن تهندس علاقات ما بين الأفراد بطريقة تخرج بمنظومة قيمية. هذه المنظومة القيمية والأخلاقية عابرة، استطاعت أن تكون عابرة لكل أشكال التنافر والتناحر وأحياناً التباعد. وأشار الباحث والمفكر الإسلامي الدكتور ربيع العايدي إلى أن المسيحية ليست غريبة المنشأ على بلاد الشام والرافدين، ولذلك فالقضية بين المسلم والمسيحي أكبر من مفهوم تعايش، إذ هي قضية مبدأ وحياة تاريخية،
مؤكداً أن الوثيقة الإنسانية التي وقعت بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا فرانسيس تدل على أن الأديان تجمع ولا تفرق، وأنه يجب وقف استخدام الأديان لتأجيج حروب الكراهية. الإنسان كلما فقد من إنسانيته بمعنى من قيمه الأخلاقية كلما فقد من دينه أو من تدينه. لذلك من زاد عليك في الدين زاد عليك في الإنسانية. هذا بنتكلم عن الدين بالمعنى الصحيح، بنتكلم عن الدين الذي يدعو إلى القيم الأخلاقية الصحيحة، إلى الأخوة الإنسانية. لذلك إذا جئنا لننظر الدين ما هو؟ الدين هو قانون حتى يحفظ للناس إنسانيتهم، بس عشان نحفظ لها الناس استعدادهم للكمال، للتحصل على ماذا؟ للتحصل على الكمال. الإنسانية هي الأرضية المشتركة للحوار مع الآخر، لذلك لابد من تغليب النزعة الإنسانية في الحوار. على أي لغة كانت في الدنيا، اليوم أكبر مصيبة أصيب بها العالم ما هي؟ أكبر مصيبة ألا وهي تغليب الفكر العنصري على الفكر الإنساني. المسيحية ليست غريبة المنشأ عن بلاد الشام والرافدين. يعني يا سيدي الجماعة مش ضيوف جايين عنا، الله يرضى عليك. المسيحية في بلاد الشام قبل الإسلام، هذا أمور مسلم بها، هذه أمور مسلم بها. لذلك كل من يريد أن يخرج المسيحية من بلاد الشرق هو إنسان يريد أن يهدم الحضارة العربية والحضارة الإسلامية على حد سواء. القضية بين المسيحيين والمسلمين قضية مبدأ وتاريخ وحضارة وقومية ووطنية. هذا لابد الشيء الذي لابد أن نؤمن به، وهذا المعنى الذي نتحدث عنه بهذه البساطة هو الذي يعكس حالة مدنية في المجتمعات، هو اللي بيعكس حالة مدنية في المجتمعات للحضارة العربية. لذلك اليوم بدنا نتنبه لقضية إنه هناك في مخططات قوى الشر، أنا بحب أعبر قوى الشر، والباقي عندكم. شهدت مطرانية الروم الأرثوذكس في عمان توقيع اتفاقية شراكة بين إدارة مدارس بطريركية الروم الأرثوذكس وجمعية الكاريتاس الأردنية، بحضور وبركة صاحب السيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس الجزيل الاحترام، حيث وقعت مديرة مدارس البطريركية السيدة سهير بجالي مع مدير عام جمعية الكاريتاس الأردنية السيد وائل سليمان اتفاقية تهدف لدعم العملية التعليمية لنحو 1100 طالب وطالبة من أبناء اللاجئين السوريين الملتحقين خلال الفترات المسائية بالمدارس والروضات التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في الأردن. وتعتبر هذه الاتفاقية أيضاً جزءاً من برنامج التعليم الشمولي للطلاب السوريين والمطبق في مختلف المدارس بالمملكة، وهي بدعم من كاريتاس ألمانيا وهيئة الإغاثة الكاثوليكية. ومن جانبه أكد المطران خريستوفوروس على أهمية وضرورة مثل هذه المشاريع التي تعطي الأمانة للأخوة المهجرين وتمنحهم الأمل لغد مشرق، وأكد سيادته على ضرورة تنفيذ هذه المشاريع في حضن الكنيسة وتحت إشرافها. شكر كبير لجمعية الكاريتاس الأردنية، وبتمنى لهم دائما المزيد من التقدم، لأنهم بصراحة جمعية داعمة للمجتمع المحلي، بتوفر فرص عمل لأبنائنا وبناتنا. كان إلنا أكثر من سنة مشاريع مشتركة معاهم، إنهم طبعا هاي بتقدم دعم اجتماعي للكل، سواء خدمات تعليمية أو خدمات اجتماعية تساعد الناس على تخطي الصعوبات الموجودة في الحياة. أنا بهمني إنه الكاريتاس ينجحوا، لأنه نجاحنا من نجاحهم، وأنا بتمنى لهم دائما التقدم والاستمرارية وتحقيق النجاحات، وأنه تكبر مشاريعهم أكثر وأكثر، لأنه كل ما كبرت هاي الجمعية وكبرت المشاريع تبعتها هي رح تعود بالفائدة على كل المجتمع هون بكل محافظاتنا، لأنه هم ما شاء الله ممتدين من الشمال إلى الجنوب، الله يعطيهم الصحة والعافية. هلا أكيد اليوم تم توقيع اتفاقية اللي هي بنوقعها سنويا مع مدارس الروم الأرثوذكس اللي بتغطي اليوم
6 مدارس لأعداد من الطلبة طبعا السوريين اللي عمالهم بنخدموا بهاي المدارس اللي بتغطي مناطق مادبة والفحيص والصلت ومنطقة الزرقاء وعنجرة، يعني فيها وهي استمرارية للتعاون بين كاريتاس وبين مدارس الروم الأرثوذكس. تعتبر مؤسسة السلزيان في بيت لحم بفلسطين من المؤسسات الرائدة في تعليم وتدريب الشبان الأيتام والكادحين على الصناعات الحرفية، وقد عمل على تأسيسها القديس دون بوسكو عام 1891، ويتبعها مركز تدريب مهني ومدرسة تعليمية. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. مدرسة السلزيان الصناعية ومركز التدريب المهني، تاريخ أصالة وعراقة، حيث انطلقت المؤسسة عام 1891 بتصاعد علمي تقني مستمر، سعياً للأفضل نحو عصر التكنولوجيا الإلكترونية. والفضل يعود للقديس دون بوسكو الذي جمع المشردين والأيتام والكادحين من الصغار والشبان، ولأجلهم أسس جماعة السلزيان، وهم أعوانه وأتباعه مكرسون لخدمة الشباب. مدرسة السلزيان دون بوسكو هي أحد المؤسسات التعليمية العريقة في بيت لحم، وتعتبر إحدى أقدم المؤسسات التعليمية في المحافظة. تأسست 1863. مدرسة دون بوسكو تطورت من ميتم صغير كان الهدف منه رعاية الأيتام والفقراء في منطقة بيت لحم، وتعليمهم صنعاء أنه يعتاشوا منها ويحموهم من الفقر والجوع، إلى مدرسة كبيرة فيها عدة تخصصات وبتستقبل الطلاب من كافة المحافظات القريبة من بيت لحم، بشكل رئيسي من محافظة الخليل ومحافظة القدس. بيجينا الطلاب من جميع مدن وقرى المحافظات المذكورة وبسجلوا في مدرسة السلزيان. مدرسة السلزيان عبارة عن مدرسة ثانوية فيها من الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر، وفيها عدة تخصصات صناعية، في دورات كمان هذه بياخدوها الطلاب الغير راغبين في الدراسة الأكاديمية. مدرسة السلزيان هي جزء من مؤسسة كبيرة، المؤسسة اجتماعية دينية شبابية فيها عدة نشاطات، في كشافة لمؤسسة السلزيان، والكشافة هي اللي بلشت بالعزف النحاسي في منطقة بيت لحم. كذلك في المصلى، المصلى هو عبارة عن مكان للشباب بيجوا عليه والأطفال الصغار حتى أنهم يقضوا وقت ممتع ومسيطر عليه ضمن شروط تربوية كتير محببة للأهالي. بالنهاية بحب أشكر محطة نورسات على اهتمامها بالمؤسسات المسيحية في الأردن وفلسطين وفي الشرق الأوسط، وبعتبر تغطيتهم لمدرسة السلزيان مساهمة كبيرة جدا في الترويج للمدرسة اللي بتقدم خدماتها للجميع، جميع المواطنين بدون أي استثناء. هذه المؤسسة بلشت سنة 1963، وكان لفترة طويلة ما يتم لمساعدة الأولاد والشباب اللي كما كانش عنده أهل في ذلك الفترة. إحنا كنا في فترة كتير صعبة زمان الإمبراطورية العثمانية، لذلك المسيحية خاصة في منطقة بيت لحم كانوا عايشين في صعوبات مخيفة. تدريجيا أدي الميتم تحول لمدرسة صناعية. السلزيان وصلوا إلى بيت لحم سنة 1991 واستلموا من أبونا أنطون بلوني أدي المؤسسة وكملوا فيه مهما يكون الصعوبات في زمان تركيا وكمان زمان نحكي الامتداد البريطاني اللي استمر من سنة 1918 ل 1948. بعد 48 المدرسة كملت مسيرها في زمن الأردن من مدرسة صناعية وتطور لليوم لمدرسة صناعية معترفة من وزارة التربية والتعليم الفلسطيني. تستقبل اليوم المدرسة طلاب من جميع أنحاء فلسطين،
في تخصصات مختلفة كمدرسة صناعية. كل واحد بمساعدة الشباب وشبابنا في أراضي فلسطين. وفي هذه المدرسة التي تهدف لتأهيل الطالب للمستقبل والتي توفر له جواً تربوياً مناسباً من الصف العاشر حتى نهاية الثانوية العامة، لتكتمل شخصية الطالب من ناحية فكرية وروحية وجسدية، كما وتفتح أمامه أوسع مجالات التخصص في المعاهد العليا وتجعله قادراً على العمل بمهارة في مجال تخصصه. فالتخصصات عديدة، منها الخراطة والكهرباء والإلكترونيات الصناعية والأوتوترونيكس وصناعات متعددة أخرى وكثيرة على يد أساتذة قديرين. وتحتوي هذه المؤسسة على مخبز هو الأعرق في المدينة والذي يطلق عليه خبز دير السليزيان المعروف في المنطقة. وتعد هذه المؤسسة هي الأولى والقديمة والعريقة لتعليم الصناعة، وهي تجسيد وحملاً لراية رائد التربية القديس دون بوسكو لمساعدة النشء ليكونوا رواداً وإخوة للأبد بلا حدود دون تفرقة أو تمييز، تجمعهم الأخلاق الحميدة التي هي عماد المجتمعات الصالحة. بدرس تقنية السليزيان الصناعية بيت لحم. جينا على المدرسة الصناعية ان فيها الفروع الصناعية افضل. انا متخصص اوتوترونكس، بعتمد على الميكانيكا والكهرباء والسيارات والكمبيوتر والسيارات. بنشتغل على كمبيوتر اللي بيعتمد على نظام الانظمة الحديثة، بنشتغل عن طريق الكمبيوتر فيها. وان انظمة تبعت السيارات الجديدة هاي بدها بس كمبيوترات حديثة وشغل حديث. صحيح هذا التخصص الاوتوترونكس هو تخصص مطلوب جدا في السوق، خصوصا انه تكنولوجيا السيارات اليوم حديثه جدا وتحتوي على الكترونيات عاليه، وبالتالي لابد من تخريج طلاب قادرين على التعامل مع هذه الانظمه الموجوده في السوق. لذلك تم استحداث هذا التخصص من فتره 8 سنوات في هاي المدرسه بهدف التماشي مع السوق المحلي. درست في مدرسة السليزيان الصناعية دون بوسكو، وحالياً أنا مدرب ومدرس في هاي المدرسة في مهنة الخراطة والتسوية. مهنة الخراطة والتسوية مهنة جداً مطلوبة في سوق العمل الفلسطيني، مهنة ما بتموت. عندنا الطالب بدرس تشكيل المعادن من حيث المخرطة والفريزة، بيكون قادر على تشكيل وتشغيل قطع تلفت في ماكينات تانية، أو بيكون عنده المقدرة على تصنيع آلة كاملة متكاملة من الألف للياء. عندنا الطالب هوني بدرس الناحية العملية والعلمية والرسم الصناعي اللي هو بيكمل بعض في مهنة الخراطة والتسوية. للنورسات مارلين الحدوة من مؤسسة السليزيان الصناعية بيت لحم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يلتقي جموع الحجاج في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. المطران خريستوفوروس يترأس قداساً في كنيسة الروح القدس بعجلون. الرعية المارونية في الأردن وفلسطين تحتفل بعيد مارمارون. السليزيان مؤسسة مهنية وإنسانية رائدة في العمل الإنساني ببيت لحم. حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.